سيستم ضد نادي مالانجي من زنجبار، 2 بلاش اهداف كينغسلي ايدو كذلك هاني اعمامو. كنا نحكيو على جي اس كي امين، ظهر لي حتى في الاوف حكينا برشا حاجات عباد ما تعرفهمش امين، تخلي لعبة تلوم عليك شوية يعني وما يهمكش انت عارف. لا ما نقراش برشا برشا الحقيقة الفيسبوك. ثاني حاجة هاني قلت لك عملنا برشا حاجات باهية، نتصور روحي ما قصرتش في من البوزيسيون تاعي ما قصرتش. واش تعمل نقول لك اسلام؟ مش لازم تقنع الناس الكل، ما تنجمش كان كل واحد باش يجي يعرضك باش يسالك، ماكش تنجم تجاوب كل الناس الكل. باللي تعمل ديما الناس مطالب انك باش تعمل مع اكثر. فما حكايات حكيتهم تسمح لي نحكيهم ولا يمسوا حتى بعض الاشخاص من غير ما نسميوهم، حبيت تعاون فما شكون فرض معناها. تي انا وصلت بريود وقت نذكر في المانيا شركه نتاع ملابس تجهيزات رياضيه، تجهيزات رياضيه. احنا كي تمشي في جمعيه كبيره ديريكت تعمل كونترا معاها، تعطيك مبلغ مالي كبير وتعطيك زاد ايكيبمون مبلغ مالي بتاع ايكيبمون. في بيريود وقتها قلت لهم انا ما حاجتيش بالشيء هذا، حبيت ناخذ به وقتها ماتريال للي جون وقتها في القروان، بويسك انا يعني تربيت في بارمي لي جون ديما نحن لهم. وقت اللي جيت نبعث في الشيء يعني في التجهيزات وكل شيء، مراني انه الناس الكل يعني ما تجاوبتش معايا، حاولت نتصل وقتها بالرئيس وبالمسؤولين باش يعملوا لي كيما نقولوا احنا الورقه على الديوانه. كي لقيتها مسكره وقتها كلمت مسؤول في النجم الرياضي الساحلي، تكفل بكل شيء وطلع لتونس وخرج الماتريال وجمعت الجي اس كام على بالهم ما عملوا حتى شيء. باهي نسكروه الملف هكا امين، وضحته وتقلقت منه شويه حزيد. لا لا ولا لا 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 باهي. في اوروبا نجم نقولوا نجحت كان مع اف سي زوريخ. اظن لي اسلام كل تجربه وفيها الايجابيه نتاعها، ما نتصورش تنجم تقيم تجربه نقولوا فاشل ولا ناجح. انا بيرسونالمون كل تجربه خرجت منها ربح حاجه. بالنسبه للزوريخ خاطر قعدت بيريود كبيره برشا، ممكن الخرجه الاولانيه في المانيا تعرضت لبرشا نقد. احنا انا قلت لك الصبر مشكله فيه انه ما يلعبش وتلقى روحك كنت لهنا نجم وين تمشي الناس كل تفرح بيك، تمشي غادي تلقى روحك انسان عادي. سامي العليقي كان معاك وقتها؟ لا لا سامي لا ما كانش في البلد هذيك، نتذكر وقتها كان كريم في المانيا. تعرضت لبرشا نقد، تعرضت من بعد الاصابه هي اللي خلتني ممكن نمشي. حبيت ان ثم كواليس اخرى يعني صارت. كي رجعت وقتها لسويسرا، في سويسرا سبيسالمون يحكيو بالالمان، اللغه الالمانيه اللي لقيت روحي يعني نحكيها ونعرف العقليه وجي اسي باش ننجح في التجربه هذيك. والحمد لله عديت 6 سنين باهين عشت فيهم. عملت ديو ممتاز وقتها في ياسين الشيخاوي، تفكر ماتشات كبار في الاوروبا ليغ وقتها. الحمد لله ياسين وزاد شاكر وقت اللي جا، شاكر الزواغي، حمد علي نفخة زاده. البريستاسيون ممكن اللي عملها ياسين الانطباع الايجابي اللي خلى انه المسؤولين يخموا زاده في اللاعب التونسي. راهو ديما سلام وقت اللي تخرج لبرا مش كان انه اللاعب تغزل الروح كغزل البرش للمستقبل، خاصه اللاعبين اللي باش يجيهم بعدك. اليوم من هذا راهو برشا تو حتى دانيير مو مدرب اللي شاد في زوريخ، لعبت انا وياه، اسم كبير عنده تاريخ كبير ويسال فيه على برشا لاعبين توانسه. لليوم لليوم يعني. شكون سالك مثلا؟ اعطينا سؤال سامي. وقت اخر بس اخر يعني سالني على سعد بقير لاعبين توانسه. فهمت. وقتها كانوا يخموا فيه وحبوا وقتها يجيبوه لزوريخ. وقتها هو في ترجي ولا تو في السعوديه؟ ترجي كان. باهي. اما باغ كونتر فما شويه عنصريه امين، خاصه عانى منها ياسين الشيخاوي. العنصريه شو نقول لك؟ ممكن البريود هذيك صعيبه، صحيح تعرض ياسين للهجمه واحنا تعرضنا كلنا للهجمه، لكن تعديناها كنا سوليدير ولقينا يعني سوتيان من ليكيب ومن المجموعه، اش خلاهم يعني تلمون محترمين تلمون لامبرسيون الباهيه اللي وقتها وصلوا باش تخمم جمعيه تعمل في ستاج في بلادك تحاول انه اللي مايو وقتها اللي مايو باش تكتب عليهم بالعربي، هذيك حاجه ايجابيه راهي تحسب لنا. صحيح هاي.
شنو كان من ياسين كان نجم يعمل مسيرة ما أكثر كان شكون؟ ياسين لو ياسين كان ياسين فلتك ورايا لا لا ياسين غير رئيس الجمعية يعني كان صعيب برشا في النيغوسياسيون مع الجمعيات ويحب ياسين برشا عنده ستاتيو كبيرة في زوريخ ناس كل تقدروا البريستاسيون الكبيرة اللي عملها في دوب ما مشى قبل اللي صابت المهر نتاعو كان غالي برشا هذاك عليه تفكر حاجات صاروا لكم تاع عنصرية انت وياه لا الحقيقة في التيران لا كان ديما حتى نذكر لتوا العلم تاع تونس ديما موجود الناس تقدرنا عملنا يعني مردود كبير برشا خلينا البصمه نتاعنا اما ممكن البرا بيتر الاكسيدون اللي تعرض له ياسين اللي خلاه انه يخمم انه باش يغير الجو اما خرجتك امين من زوريخ كان فيها عنصريه شويه المدرب قال لك وقتها نكره التوانسه ما قاليش نك المدرب الله يسلمك يعطيك الصحه صحيح ولا هذيك سمعتها في بلاصه اخرى مع احترامي للمدرب اللي قالها ثم مدرب في المسيره نتاعي اول كونتاكت معاه عسلامة عسلامة قال لي في بالي بيك انا ما نحبش التوانسه قلت انا مش مش في زوريخ معناها آه لا اللي في زوريخ هذا مدرب كبير جاء للزوريخ وحب سواديزون خاطر اسمه كبير دونك كان متاثر به الرئيس وجاب عقلية انه يحب يجدد ويعمل على الصغار واللي كادر الكل نتاع ليكيب يحب يخرجهم اللي ديجا ثم اسامي كبار توا نتفرجوا فيهم في تشامبيونز ليغ ولعبوا دنيير مو في جمعيات كبار لعبنا كيما بيراد جيم سيتي توا في اتلانتا دافيد كيمينتو ديما كلهم هبطنا الاسبوار وكانت الكوميونيكاسيون يعني خايب برشا في الكوميونيكاسيون متكبر علينا متعلي علينا اش خلاها وقتها زوريخ طاحت للدوزيام ديفيزيون اللي قال هذاك شكون المدرب؟ لا ما عادش حل نذكر اسمه في المانيا في هرتا لا لا في المدرب ما هو المحل التونس سعودي في السعودي قال لي صارت لي برشا مشاكل مع التونس وراني ما نحبش التونس قلت له انا مانيش تونس امين توا كي نعملوا طلع على الكارير نتاعك امين بدايتك كانت تقويه برشا وقتها مع ليتوال كنا نتوقع امين يمشي لكيبات كبار في اوروبا يعمل مسيره خير بصراحه حتى تمنينا مش كنا نتوقع والله حتى انا تمنيت شنو اللي مخليك تعمل تو مثلا اللي شو نقول لك اسلام وقت اللي تلقى انت روحك في ان باس فينونسيرمون اونجاجمون كبير برشا وقت اللي مشيت لالمانيا انا كنت نتمنى هولي اليوم حلمي كان اني نقعد في المانيا خاطر المانيا ديمونسيون اخرى وكره اخرى علاش ما قعدتش؟ خاطر وقتها صارت لي مشاكل باش انه ندفع الفلوس نتاع جيسكا خلتني هذا السبب هذا السبب اول معنا من كنت أكبر كنت ملزوم باش باش هذاك اللي عملت لي من اليوم من هذين تحصر عليه عملت لي كيما نقولوا احنا منعرج باش نمشي لالمانيا من المانيا نمشي معناها التزامك بدفع الفلوس تاع جيسكا نجم نقول عمل لك تورنون في مسيرتي عملت لي تورنون في مسيرتي ومن بعدها وقت اللي في زوريخ وعديت يعني اول موسم تم اختياري كاحسن لاعب في زوريخ جاني عرض من فولسبورغ والرئيس طلب سوم كبيره برشا ندمت على الالتزام هذا؟ ايه اكيد يعني كنت نحبذ انه قلت لك لليوم ندم اني خرجت من المانيا واضح به ثلاثه بلاش للسي اس اس حاليا في زنجبار من بعد نعطيكم شكون صاحب الهدف رجع ليتوال امين كان لاعبي ما كانش ناجح برشا كما كان سنه ولا حبة علاش ولا صحيح بصح مش ناجح ولا دابري شنو معنى مش ناجح من اما رياضيا لعبت ايه عندكش سكوب اخر ولا سؤال اخر ولا حاجه والله عندكش لا عندكش حاجه مو تجيني تجيك واحده واحده تبيعا اظن انا وقت اللي جيت النجم الرياضي الساحلي كي رجعت سيتي ان شوا ومانيش ندم عليه بصراحه مانيش ندم عليه كان عندك سكوب قول غير ما نقول انا قبلها بالضبط بعد ما كملت في الكويت النادي العربي الكويتي تجربة كانت ناجحة وقتها في العرب الحمد لله اتصل بي ديريكتور سبورتيف اللي خدمت معاه في اف سي زوريخ فريدي بيكيل استغربت من الحقيقة استغربت من الاتصال وقال لي راهو حلمت بيك انه نحب نجيبك رابيد فيينا
الحقيقة متاع ربي والله ما يعني شكيت من اللي بكل شكيت خاطر تلقى روحك من العربي يعني باش تمشي رابيد فيان جمعية كبيرة كمان تستغرب صحيح. قال لي شوف وقتها خمم واستدعاني انا وزوجتي تحولنا لرابيد فيان يعني غادي في بحثها من فيينا. قابلت المدرب وعملت تيست ميديكال وعملت بريزنتاسيون بالتريك والكونترا مصح من فيينا. علاش ما مشيتش؟ لاسباب عائليه. إيه انا حكيت لك على ايطوال مشيت لرابيد فيينا شنو عليك؟ بعد رجعت وما سمع بريد هذيك ما سمع بها حتى حد بريسك. حكيت لحد احد. الوالد كان محبذ اني نقعد في تونس لظروف عائليه وشنو مش نقعد في تونس لازم نمشي النجم الرياضي الساحلي. هما خموا فيا عندي يعني كان كل كان يعني قريب لي اللي هو يخدم مع المجموعه عرض عليه قلت له ما يقلقنيش علاش لا جامعتي نرجع لها. في الاثناء شنو صار؟ في الاثناء الاستقبال هكاك وبر ما نحكيش لاسامي قال المجالس بالامانات باهي على الاقل مسؤولين مدربين ملاعبين مسؤولين باهي. ومن بعد حياتي كلنا لعبتها كمان عجنب ولي تلعب صحيح نلقى روحي بحذا غازي فردليني انا غازي اللي عمري ما لعبتها وقتها كان يلعب يعني كاتاكون عمر مرعي وقتها امين شميتي جاي واكوستا امين جاي بريسك همشو كمين انا محترم روحي ما نعدلش وعطيت كل ما عندي ولعبت في بوست واللي تقال لي انه يزيك مع معناها لعبت وكما يقولوا قلت اليوم باش تعاون فهمت ما يقلقش لو كان لعبت على اليسار ولا تلعب جارديان ما يقلقش. قلقتك شويه الحكايه هذه؟ تقلقك اكيد في وقت اللي حياتي كلنا لعبت تاكون كل لعبت تاكون وقتها ماركيت. انت ما تجاوزتها وصلوك امين ندمت عليها رجع ولا لا؟ لا ما ندمش عمري ما نندم خاطر انا السفي حطيت روحي في سيتواسيون لازم نتاقلم لازم تتاقلم وراه وصل تعرف الاشكاليه ديما صعيبه في شنو كي تلقى روحك يعني مع عقليه اوروبيه امور اداريه منظمه برشا ما ثماش الاكسترا سبورتيف احنا في تونس برشا اكسترا سبورتيف ميم سي توحدك واحد كي يقعد مع روحه يقول لي شبيهتي انا ما بديت من هنا يعني متعود بالجو هذاك راه كي تخرج لبرا وتقعد مخك عامل ميزاجور على البرا تتعب برشا صحيح باهي ما عادش عندي برشا وقت الوقت العاده معك فيه ساعتين نقوي شويه في الريتم وصلك عضله من ترجتي بعد السعوديه؟ اي شنو صار الوقت؟ علاش ما مشيتش للاسبيرونس؟ ما مشيتش للاسبيرونس انا مشيت وقت بحذا سي حمدي اللي نحترمه برشا عرض عليا انه باش ناخذ نيابه كبيره وبعد تحط لي كونترا انا عندي نعيش ببرنسيب من ما حبيت رفضت ما فهمت شنو النيابه نتاع الشركه نتاعو معناها امور خاصه معناها معناها انا حبيت عليها وكونتر بارتي وقتها على اساس انه خم باش نجي للاسبيرونس جمعيه نحترمها اما ما نجمش علاش؟ خاطر اللي عشت في النجم الرياضي الساحلي من يعني هيك الشيء الميمورابل الناس كل باش تقعد تتذكره في تاريخ النجم الرياضي الساحلي عمري ما نحاول باللي باش يكون هذا مبدا مبدا لكن نورمالمون اذا كان رافض المبدا ما تمشيش للبيرو معناها باش تفاوض معاه. انا قلت لك علاش مشيت؟ مشيت على حاجه اخرى حاجه اخرى. باهي ايضا الكلوب في فتره سليم الرياح حمدايك في جا سليم الرياح جا زوريخ قابلني مع مجموعه اخرى ورفضت نفس الشيء معناها قابلته احتراما في شخص عبد وقت اللي استدعاك لازمك تقابله مشيت قابلته بين الترايف وقت روحت لزوجتي اللي في بالها وقتها اني مش قابل تسليم قلت لها صايب صح في الكليب انا على جو عدت لي غراده تبكي وقالت لي كل واحد ما نزيدش معك حتى نهار علاش ما تمتش في الكليب ما نمشيش علاش مشيت تفاوض؟ علاش تفاوضت كذا؟ مشيت احتراما في الشخص عبد وقت اللي استدعاك تمشي تقابل استدعاك باش تجي للكلوب هما اللي يقول له من لا 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 هو يعرف اما حب يقابلك مشيت قابلته وش بيه علاش لا تتقابل الشخص احتراما فيه جاي البلاد في زوريخ تستقبله تقابله والبرنسيب انه باش نجي مع احترامي زاد للكلوب جمعيه كبيره واي انسان يتمنى يلعب في جمعيه كيما النادي الافريقي ولا فهمت اما انا عندي برنسيب هو اللي عملته في النجم الرياضي الساحلي ورغم انه راه العروض ماديه كبيره برشا ما نغيروش. باه امين قلت امين بديت نستانس تعجبني باه مؤخرا رضا شرف الدين اكد انه قاعد يحكي معاك باش تاخذ بوست في ايطوال
سيريزا اتصل بي صحيح، هذا يعني حاجة تفرح انك يوصل رئيس جمعية خامن فيك. بتتر انا جو سوي انكور جو، انما كي خامن فيك اللي عبد عطي قيمة وقدر. مشيت استمعت له، اعطيته النظرة متاعي، قلت له كل شيء اللي نحب نقوله له من طنك محب، من طنك لاعب في يوم من الايام. وما نجمش شنو حكيته، من اهم حاجة تحكي له فيه المجالس بالامانات او الحاجه اللي تحكي على الاقل، انه الوضع الحالي النجم الرياضي الساحلي شنو هو لافي نتاعك، شنو تشوف باهي انت، شنو هي رؤيتك؟ ماهوش بالمجالس، ما رؤيتي انه الناس الكل لازمها تطيح من رواحها، والناس الكل لازمها تخدم تحط اليد في اليد، باش اللي قادر انه باش يقدم الاضافه للنجم الرياضي الساحلي لازمه يطيح البارة شوي. نجمو نشوفوك في الاتوال توا؟ انا راني قلت لهم مسؤول لي. يعني انه باش نتقلب مسؤولية الخطة معناها. مسؤول ما تجيش، خاطر احتراما في الناس الكل. انا اليوم سي شكري هو جابك ليتوال، هو صاحيتك شوفوا معناها بليكم شو اسألك، اجلت السؤال طبعا باش تاخذ بلاصتك. جابني ما نجمش انا ندخل في التيريتوار مهما يكون. فهمت؟ احتراما في شخصه وفي الشيء اللي عمله، سواء مانيش باش نقيم الخدمة. يلقى في انتقادات كبيرة اليوم من جمهور ليتوال. الناس الكل مطالب تحب التغيير، لكن التغيير ما يصير لازم على اسس صحيحه، ولازم فيزيون القدام، ولازم على يعني كي تاخذ ديسيزيون مش جست باش نرضي اكس ولا ايغريك ولا نرضي جماهير، لا لازم النظره القدام وتعرف روحك شنو تحب اليوم. لازم انت سواء راهو نحكي الكلام هذا حتى نقوله للرئيس، سواء كرئيس شنو انت تحب، الناس اللي تحب اللي تعطي في ارائها شنو تحب بالضبط، شنو لي زافي، والناس الكل تقعد على طاوله واحده مع الامان الشامل معناها، لازم مع عوده زيد الجزيري حسين جنايه. اي انسان كل انسان قادر انه باش يقدم الاضافه من البوست نتاعو بوركوا با. المدرب امين كان عندك راي فيه؟ لا انا الحاجه الوحيده لا ما عندي حتى دخل فيه وما سمعتش باسمه، لكن الناس الكل الحاجه الوحيده انه كالديرون وقت الاتصال تم يعني الاتصال مع كالديرون بوس كان لعبت معه في يعني هو كان المدرب بتاعي في الاتحاد. حاولت اني نحكي معاه خاطر يعني لي كونديسيون تاعو كانوا كبار، حبيت نحكي معاه باش نحكي له على الجو وعلى انه باش يطيح شويه. فهمت؟ نلقى الانسان يعني الريبونس نتاعو انه لبس عليه برشا ولنا بابو جوندر به. هذا ليه معناها المدرب هذا؟ شنو شكون المدرب؟ ما عنديش فكره، انا ما دخلتش امور فنيه ولا ما حكيتوش مع شرف الدين في امور فنيه بكل. زبير بايا على موقع يحكي معاه. نجم يكون كان هو اعلن اللي هو يحكي مع رئيسي. رؤيتك شنو هما لي بوست اللي تولي يحتاج فيهم تدعيم اليوم؟ لي بوست عندك نتصور. اي رايك معناها؟ يعني مش تقليل من الناس اللي رأي فقط. عندك اللي تشوف بزوان داناتاكم. اكسونتري. انت هو بتترى يا دروا بتترى بيه. امين اخر سؤال قبل ما نمشي معاك للبيك نتاعنا، في وقت ما وقعت وقع اتهامك بالارهاب والاتجار بالبشر. اخويا انا ما اليوم بركه. اليوم بركه شنو؟ اخويا نعتذر من الناس الكل بهيش. اي اتهامي بالبشر، اي تجاره البشر، نتاجر في البشر. فسر لي، قلت لي اليوم كنت تقول حاجه وبطل. ما نحبش ندخل في سوجي بالحق. والله جي فيت خاطر علاش توا في وقت اللي ساعات الانسان راهو كي يطيح هو في قال يطيح، مش يطيح من روحه يعني تقليل في شخصه، بالعكس يطيح من روحه، راهو يحاول انه يكون عنده يعني موقع اجتماعي، يحاول انه راهو ذاك يرقيه، ونحب نرتقي على التصرفات الصبيانية هذه. وحتى كان در مني اي حاجه اخويا نعتذر وسامحوني. الحوار معك شيق جدا. مين فما برشا ما سؤالات عندك بارتو ليري على الكورة على كل شيء، فما برشا سؤالات نحيتو. خلينا نمشي معك شوية للبريك نتاعنا، البداية مع الكويز. الكويز مجموعة من الأسئلة، مين قلت لي عندك فكرة على البرنامج، عندك فكرة على الأسئلة هذوما، جاوبني من غير برشا تخمين. شكون تعتبر اليوم أحسن لاعب تونسي؟ تو واقف البطولة، شكون باش تقيم؟ ما في مخك ما عندكش بلا ما تقفل البطولة. ما عنديش. ما تحبش الحراج في السؤال هذا، هذا السؤال الوحيد نعطيك فيه باس. احسن لاعب في تاريخ تونس، التاريخ اللي عشت معاهم ولا اللي حضرت عليهم؟ حضرت عليهم. انا نعتبره فلتة، هما زوجة فلتات كروية، هو ياسين ويوسف. لاعب تشوفه قادر ينجح في اوروبا اليوم بطولة تونسية، وانت عشت برشا في اوروبا؟ امين بن عمر. شكون اقرب لاعب ليك؟ ديما نجاوب اللي يجيني على بالي. ميسيج ميسيج. اقرب لاعب ليك شكون؟ اقرب لاعب عمار جمل.
يكون لاعب قوي برشا فيزيكمون. امين فيزيكمون من اما ناحيه الانديرونس مثلا الانديرونس اللي نذكره ما ننساش العواضي جدا العواضي كان يتفرج فينا تحيه ليه كريم العواضي ملاعب كركات ما نعرفش يعطينا عاد اعطيتك اعطيتك جوكر واحد سي بون عادي معناها ماهوش خدام في التمارين في التمارين ما نعرفش ما نعرفش باش نكبر مع قلبي هذا واحد اخر واحد ما تجي باش تقول له كركار تو عادي تو بعد بفضلك اخي نحن نحكيو بفضلك انا بفضلك لا باهي شكون الملاعب اللي عنده برشا معجبات معجبات فين في الاتوال فين ما نتبعش راني والله ممكن برشا باش تعبني سامحني مسج نتعبك اما شكون في الاتوال عمار جمال عمار جمال خاطر صاحب باهي شكون المدافع كنت تقرا له حساب امين يتعبك شويه هكا والله سيريزمون ديما والله لا حلا فلك سيرتو كي نلعب ضده عما خاطر ديما تعرف يضربني يضربني يضرب يضرب دنيا ما حتى في يعني في تكويره خفيفه برشا وفيت خاطر تعركت انا وياه شكون احسن مدرب تونسي مع احترام المدربين الكل اللي عشت معاه احسن فترات في سيفازي بنزرت مدرب عنده فضل على امين فضل برشا واحد اكثر واحد ممكن نعتذر منهم ممكن خاطر ما توصلتش معهم برشا مع كيما سي مختار بوقيلا كيما شو اسمه سي عثمان الشايبي زاد هذوما اللي عطاو خلاو عندهم بصمتهم على مين اول سالير خذيتها قديش؟ مليون اكبر سالير خذيتها الله اعلم ماتش ما تنساهش بالنسبة فينال فينال الاهلي احسن ماتش لعبته لعبته ممكن وراوة أحلى بونتو سجلته وراوة بونتو مزيان وراوة مش مزيان برشا البونتو ذاك نتصور عندك برشا ما خير بيجا كونتر بيجا شنو هو البونتو مساج قول لي لا لا ممكن بونتو بيجا في الرياكسيون بونتو باهي مش مزيان بونتو ثم بونتو بتاع بيجا كونتر بيجا مزيان برشا كيف البونتو نسيته بالسيزو وقتها كي ضربت وخرجت نحسبها اصلا ما صدقش كي دخلت هدف منيت لو كان انت سجلته من في الكارير نتاعي ما عنديش الجمعيه اقرب القلب كمان اقرب القلب زوز انا الحقيقه مش مجامله لتوالو جيسكا الوحده تو انت حل حرب عليا تو باهي بعدهم مش عاطيني جمعيه بعدهم في تونس ما عندي حتى ميول ما تميلش حتى جمله خويا ما صعبك ما تحصلش لا والله الحقيقه ما عنديش ميول باهي كانت هذه لوكويز لوكويز مازال دقيقه عندنا مين نكملوا مع اخر روبريك ليكيب تيب ليكيب تيب احسن 11 ملاعب لعبت معاهم امين عندك البلبولي علي مين حط صابر صابر بن فرج فلاكس عمار وسيف علي صار مهدي مرياح ثم اللي في الوسط نحط برا تشكيل لحظه برك مش نعطيك في الوسط نحط مش نعطيك في الوسط نحط خالد بدره و لعبت مع خالد بدره قلت خالد بدره خالد القربي خالد القربي نسي نحبه برشا ونعزه برشا خالد ونحط بحذاه زقاو الله يرحمه الله يرحمه قوشي زقاو لعبته في القروان ما بعرفكم لا اما لعبت ضده في معاه لا في اعطيني كان معاه لا معاه لا اعطيني كان معاه تحب كان معايا نحط مع زهير على اليسار في الوسط عندي وصلنا خالد القربي نحط ميسيلش خاطر هذايا ممكن الكوره ما عطاتوش حظه كما لازم وجد الدرعي في الوسط كان يلعب على جناب وجد الدرعي لا كان ديس ديس كان ديس اجري تلقى الكره قدامه يلعب في الكلوب هذاك لا لعب في القروان يلعب في القروان في الكلوب لا ما لعبش في الكلوب تحكي انت على لا ما لعبش صبر يونيس نحكي عليه صبر يونيس عرفته اتاكون من احسن ما انجبت الكره التونسيه لكن مخه اعطيتني زوز في الوسط وجد الدرعي تحب على اليمين زدني واحد اخر على اليمين زدني شكون في الوسط اخر في الوسط نحط ككاليتي ياسين وايهاب مازالوا زوز مازالوا زوز انت واحد اخر لا انا لا انا لا حطنيش انا زدني زوز يوسف ورالا يوسف وشكون اخر لعبت معاه باهي برشا اتاكو الخنيسي تشكيله هجوميه بامتياز نحب الاتاك خويا كانت هذه ليكيب تيب
ليكيب تيب. يعطيك الصحه، شكرا لك امين، شرفت بحضورك. عايشك، نشكرك على الاستضافه. بصراحه خويا حوار لازم يستحق ساعه اخرى، مازال عندي برشا اسئله. افيك ان غران بليزير ا تو مومون، بون كونتينياسيون، ان شاء الله نكونوا خفاف الظل، تعدت في ساعه في ساعه والناس وي. ما قالت في ساعه في ساعه. يعطيك الصحه، شكرا لك امين، نلتقي ان شاء الله بمناسبات قادمه. بعد شويه يلتحق بنا ضيفنا الثاني حمدي النقاس.